السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة أشرح لكم مجموعة من الأفكار اللي جت في الامتحان الخاص بالترم الثاني من 2014 بالإضافة للموك إكزام. أنا هشرح أفكار معينة مش كل الامتحان. أول سؤال بيقول لي اذكر مجموعة من الابليكيشنز أو التطبيقات اللي بتستخدم فيها الوايرلس سنسور نتورك. طبعا الوايرلس سنسور نتورك احنا ممكن نستخدمها في الكنترول والكوميونيكيشن وأنظمة المراقبة والتوجيه ومراقبة المرضى ومساعدة الأشخاص اللي عندهم إعاقات بأشكالها المختلفة. سؤالي اللي بعد كده على السيستم ماب والبروسيس، هو غالبا ما بيجيب سؤال اللي موجود في الواجب، فحضراتكم ياريت تخلوا بالكم من سؤال الواجب. السؤال الأول تحاولوا تذاكروه وتفهموا السيستم ماب اللي حضرتك رسمتها. السؤال الموضح قدامكم ده خاص بالترم اللي فات، كان على الـ e-learning system، فهو بيقول لي ارسم لي السيستم ماب اللي حضرتك تعتقد ان هي بتمثل السيستم الموضح أمامك، والسيستم ماب لازم يكون فيها على الأقل 5 component اللي بتشمل 2 social component واتنين تكنيكال كومبوننت وكومبوننت بينتمي للسيستم انفايرنمنت، بالإضافة إلى ذكر 2 بروسيس حضرتك تشرحهم لي وتوضح لي محتواهم ومعناهم. طبعا ده السيستم ماب المقترحة. أنا برسم شكل بيضاوي كبير بيحتوي على مكونات السيستم كلها، بيكون مجموعة من السب سيستم جواه. فأنا افترضت هنا إنه فيه كمبيوتر Network Subsystem بيكون مكونة من Network والDatabase Server والWeb Server، وكمان افترضت انه طالما ده نظام e-learning يبقى هيكون فيه نظام فرعي للدفع، هيكون فيه حاجة اسمها البنك لينك والكريدت كارد وطرق اخرى لعملية الدفع او تحويل الاموال. وكمان قلت ان فيه مجموعة من Subsystem الاخرى زي الـ Registration Subsystem نظام للقبول والتسجيل، الـ Content Subsystem هيكون جواه مثلا الملفات الخاصة بالمواد، وفي نظام SMS عشان أبعت رسائل SMS للطلبة في حالة تعديل الامتحانات أو تعديل الـ Username والـ Password وغير ذلك. وكمان افترضت أن أنا عندي مجموعة من الـ Users مثلا الـ System Administrator والـ Tutors اللي هم مدرسين والطلبة والويب ماستر الخاص بالويب سايت للإي ليرنينج سيستم. البروسيس هنختار أي 2 من العناصر اللي موجودة عندي هنا ونكتب معلومات عنهم. فأنا اخترت الداتابيس سيرفر وقلت إن هو عبارة عن سيرفر بيحتوي على معلومات عن الطلبة اللي بتشمل الكورسات الخاصة بيهم والأسايمنت أو التي ام ايز الخاصة بيهم والكورسات وإيه اللي خلصوه من المواد والمواد اللي باقية ليهم. كمان ممكن اتكلم على البنك لينك، هو عبارة عن كونكشن ما بين قسم الحسابات الخاص بالجامعة او القسم المالي وما بين مثلا شبكة البنوك السعودية، وبيسمح للطالب ان هو بيدفع تكلفة الكورسات الخاصة به باستخدام طرق مختلفة. السؤال اللي بعد كده موجود في البلوك الاول بيقول لك اشرح لي ايه المقصود بالبيم ستيرينج والميمو. مش هقف عند النقاط دي كتير، المفروض انها مشروحة بالظبط في الورق، فممكن حضراتكم تذكروها من هناك. ده سؤال جديد نخلي بالنا منه. هو هنا بيقول لي ارسم لي الكونسليشن دياجرام الخاص بالتمانية كوام اللي هو كوادريتشر امبليتيود موديوليشن، وبيقول لي كمان حدد لي البرامترز اللي هي بتشمل الامبليتيود والفيز الخاص بكل سيمبل والبيتس المناصر ليه. طيب احنا عشان نرسم الكونسليشن دياجرام فالمفروض ان احنا نبقى عارفين ان انا بيكون عندي هنا 2 سيمبل رئيسيين اللي هما الاي والكيو، وبيكون فيه 2 امبليتيود. لو تلاحظوا كده تلاحظوا انه في هنا ايه 1 وايه 2، هنا ايه 1 وايه 2، هنا سالب ايه 1 وسالب ايه 2 وهكذا. يبقى انا عندي كام امبليتيود؟ هنلاحظ ان فيه 2 امبليتيود.
طيب كم فيز؟ الفيز هنا كان موجب والفيز هنا كان سالب، ونلاحظ ان هم 4 فيز، يبقى انا عندي 2 امبليتيود و4 فيز. لو ضربنا 2 في 4 هيديني 8 اشكال مختلفة للاشارة، او نقول 8 سيمبلز. طيب بنرسمها ازاي؟ مجرد ان احنا بنكتب هنا A1 A2 في الجزء الموجب، وهنا برضو A1 A2، وهنا بيكون الجزء السالب. لو حضراتكم درستوا موضوع الأرباع أو الكوارترز في الرياضيات، هنلاقي إن هنا بيكون إشارة المنطقة دي موجبة وهنا موجبة، يعني هنا بيكون A1 موجب، A2 موجب، A1 موجب، A2 موجب، وهنا الجزئين دول بيكونوا سوالب. يبقى دي رسمة السيستم ماب الخاصة بال8 أقوام. الفقرة التانية بيقول لي حدد لي البارامترز اللي بتشمل الامبليتيود والفيز لكل سيمبل. مبدئيا كده احنا عارفين ان احنا بنستخدم 8 أقوام. علشان نمثل ال8 أقوام محتاجين كام بت؟ محتاجين 3 بت لكل سيمبل، اللي هي تعادل 2 أس 3، لان 2 أس 3 بتديني 8. يبقى هنا الفقرة التانية بيقول لي اكتب لي السيمبلز اللي موجودة عندي، هما 8 سيمبل من S1 لS8، ونكتب الامبليتيود. احنا لاحظنا ان هو A1 A2 A1 A2، طبعا في الامبليتيود ما بنكتبش الاشارة، الاشارة دي مقصود بها الفيز. فنيجي نقول هنا S1 والS2 اللي هما A1 والA2، وبعدين هنا A1 A2 A1 A2 A1 A2، يبقى احنا كتبنا كده الامبليتيود. طيب الفيز هنكتبه ازاي؟ الفيز بيكون في الاثنين الاولانيين 0، وبعدين 90 180 و270. طيب عايزين نكتب الباينري سيمبلز او الباينري بيتس المعبرة عن كل سيمبل. احنا عارفين ان احنا عندنا كام بت؟ عندنا 3 بت. ليه؟ لانه 2 أس 3 بتديني 8 اشكال مختلفة للاشارة. طيب نكتبهم ازاي؟ بنيجي عاملين جدول مكون من 8 صفوف، لان هما 8 سيمبل. ونيجي هنا في الخانة الاولانية، نلاحظ ان الصفرة او الخانة بتغير حالتها كل مرة، يعني نلاقي هنا 0 وبعدين 1 0 1 0 1 0 1. طيب في التانية هيكونوا 0 وبعدين 1 0 وبعدين 1. طيب في التالتة يبقى هيكونوا 4 أصفار وبعدين 4 وحايد. هنا في غلطة عندي، هنا المفروض ان هم يكونوا 4 وحايد كده. يبقى اللي انا عايز اقوله انه في العمود الاول هنلاقي انه الخانة واحدة بتغير حالتها، يبقى 0 1 0 1. اللي بعدها هيكون 0 1 0 1. اللي بعدها 4 أصفار وبعدين 4 وحايد. لو احنا خدنا الارقام ديت هنلاقيها انها زي الموضحة قدامكم بالظبط. هنا 3 أصفار 3 أصفار، 001 001 010 010. التمرين اللي بعده عايز حضرتك تخلي بالكم معايا، لانه فيه كم فكرة كده شوية. فبيقول لي consider the ultra wide band mask given below، بديني رسمة هنا اللي هي الرسمة الموضحة قدامكم، وبيقول لي يا ترى هو الماكسيمم سبيكترال دينستي بالديسيبل ملي ديسيبل لكل ميجا هرتز في الشكل ده قيمتها كام؟ يعني احنا عايزين نروح على المحور الخاص بالسبيكترال دينستي ونشوف اعلى قيمة لي. لو بصينا للرسمة نلاقي انه المحورين، المحور الافقي هو محور الفريكوانسي بالميجا هرتز، والمحور العمودي او الرأسي دوت هو محور السبيكترال دينستي ووحدة القياس بالملي ديسيبل لكل ميجا هرتز. طيب يا ترى أعلى قيمة مسجلة في الرسمة كانت كام؟ اللي هي النقطة ديت اللي هي تقريبا بتبقى -40 ملي ديسيبل لكل ميجا هرتز. تاني احنا هنا شايفين الرسمة الموضحة قدامكم، أعلى نقطة اللي هي دي، والنقطة دي بتناظر -40 ملي ديسيبل لكل ميجا هرتز، ودي إجابة الفقرة الأولى. النقطة التانية بيقول لي احسب لي الماكسيمم سبيكترال دينستي بالملي وات لكل ميجا هرتز.
طيب هل هنا في الرسمة حاجة اسمها الاسبكترال دينستي؟ نشوف. احنا عارفين دلوقتي انه سالب 40 ديسيبل بتساوي 10 لوج الباور. عايز بس اوضح نقطة هنا كده قبل ما انسى، انه القيم الخاصة بالاسبكترال دينستي في الرسمة مديهاني بالملي ديسيبل، لكن هو عايز يحسبها هنا بالملي وات لكل ميجا هرتز. طيب نلاحظ ان الميجا هرتز في المطلوب هي نفسها الميجا هرتز في الرسمة. طيب الاختلاف في ايه؟ الاختلاف ان وحدة قياس الباور هنا كانت بالملي ديسيبل وهو عايزها هنا بالملي وات، يبقى احنا عايزين نحول من الديسيبل الى وات. ناخدها خطوة خطوة كده. طبعا هو في الاجابة وحط الناتج وانتهى مرة واحدة، إنما إحنا لازم نمشيها خطوة خطوة. هنيجي نقول إن السالب 40 ديسيبل بتساوي 10 لوج الباور. طب جبت السالب 40 منين؟ ما هي إحنا لسه حاسبينها اللي هي كانت فوق، يبقى إذن السالب 40 ديسيبل بتساوي 10 لوج الباور. طيب نقسم الطرفين على 10، يعني العشرة دي هتطير، ونقسم السالب 40 على 10 هتديني سالب 4. طيب علشان نحسب قيمة الباور المفروض ان احنا عارفين انه رياضيا اللوغاريتم ده اساسه بيكون 10، يبقى اذا الباور بتساوي 10 اس سالب 4. يعني لو انا عندي سالب 40 ديسيبل فقيمتها بتساوي 10 اس سالب 4 وات. بس انا مش عندي سالب 40 ديسيبل، ده انا بتكلم على سالب 40 ملي ديسيبل. يبقى هنضيف خطوة تانية، هنيجي نقول السالب 40 ديسيبل بتساوي 10 اس سالب 4، لكن احنا عايزين نضرب الطرف الايمن او الطرف الايسر ده في ملي، يعني يكون سالب 40 ملي ديسيبل، يبقى لازم الطرف الايمن ينضرب في نفس القيمة اللي هي ملي، يعني هيكون 10 اس سالب 4 ملي وات لكل ميجا هرتز. لو حضراتكم تابعين هنلاقي ان لو حذفنا الام من هنا وهنحذف الام من هنا هيديني المعادلة اللي فوق. يبقى اذا الماكسيمم سبكترال دينستي بتاعتي اللي هي سالب 40 ملي ديسيبل لكل ميجا هرتز قيمتها هتساوي 10 اس سالب 4 ملي وات لكل ميجا هرتز. ودي الخطوات اللي بعدها. بيقول لي احسب لي الفقرة اللي بعدها، بيقول لي assuming that لو افترضنا ان الباندويتس اللي موجود عندي قيمته من 3.1 من 10 جيجا هرتز الى 10.6 جيجا هرتز، يا ترى الماكسيمم اميشن باور بالملي وات تكون قيمتها كام؟ يبقى هو مديني هنا باندويتس بيتراوح من هاي فريكوانسي ولو فريكوانسي، وعايز يحسب الباور بغض النظر بقى عن كلمه ماكسيمم واميشن. طيب انا ملاحظ انه هنا في الرسمه كان في فريكوانسي وكان في حاجه اسمها سبكترال دينستي. طيب نشوف كده خطوة خطوة. احنا عارفين ان الباور دينستي بتساوي الباور على الباندويتس. طيب الباندويتس اللي موجود عندي هو قال لي انه بيتراوح ما بين 10.6 جيجا هرتز لتلاتة وواحد من عشرة. طيب الباندويتس مش بيساوي الهاي فريكوانسي ناقص اللو فريكوانسي، نطرح الاتنين من بعض هيديني 7.5 جيجا هرتز. نطلع نعوض في القانون اللي فوق، فنقول ان الباور دينستي اللي هي سالب 40 ملي ديسيبل لكل ميجا هرتز بتساوي الباور على الباندويتس. يبقى اذا سالب 40 ملي ديسيبل على الميجا هرتز بتساوي الباور على 7.5 في 10 اس 9 هرتز. مجرد ان انا شلت من هنا الميجا هرتز ووضحت بدلها 10 اس 6. احنا عايزين نحسب الباور، يبقى احنا هنقول دلوقتي بضرب الطرفين في وسطين او المقص، فاحنا هنقول ان الباور بتساوي سالب 40 ملي ديسيبل مضروبة في 7.5 في 10 اس 9 ونقسم على 10 اس 6 علشان يديني الباور. تاني علشان نحسب الباور فاحنا بنقول هنقسم على المقابل ليها اللي هي 10 اس 6، يبقى نضرب ال 40 ملي ديسيبل في 7.5 في 10 أس 9 ونقسم على 10 أس 6. طيب يبقى إذن دلوقتي سالب 40 ملي ديسيبل مضروبة في 7.5
في 10 أس 9 على 10 أس 6، بس ده هنا بالملي ديسيبل، وهنا الكميات احنا عايزين نحسبها بالوات. ده احنا في الفقرة الأولانية كمان كنا طلعنا إن السالب 40 ملي ديسيبل كانت طلعت ب10 ملي وات لكل ميجا هرتز. يبقى احنا هنشيل مين؟ هنشيل السالب 40 ملي ديسيبل لوحدها، ونضع بدلا منها العشرة أس سالب 4 ملي وات. يبقى إذن الباور بتساوي 10 أس سالب 4 ملي وات اللي أنا استبدلتها بدل السالب 40 ملي ديسيبل مضروبة ب7.5 في 10 أس 9 مقسومة على 10 أس 6. لو حضرتك ضربت كل الأرقام دي مع بعضها، الأرقام اللي فوق، وقسمتها على المقام، هتلاقي إن الناتج يطلع لك 75% ملي وات. وحضراتكم تلاحظوا حاجة، أنا ما ضربتش، أنا ما شلتش الملي وحطيت بدلها 10 أس سالب 3. ليه؟ لأنه هو عايز الناتج هنا بالملي وات زي ما هو في السؤال. يبقى الإجابة الخاصة بيه كانت طلعت عندي إن هي 7/10 ملي وات، وأنا طلعتها إنها 75% ملي وات، فشغلي كده سليم. الفقرة الأخيرة بيقول لي يا ترى هي إيه النوتشز أو الحواف اللي موجودة في الفيجر، ويا ترى هي أقل قيمة للإميشن عندي كام. طبعا أقل قيمة هتلاقيها اللي هي سالب 85 ديسيبل كل ميجا هرتز زي ما هو قايل في الإجابة. يبقى إذن هنا بيقول لي عند النوتشز بيحصل lower emission، والمفروض إن احنا بنستخدمها علشان نحمي الإشارة من الرادار والراديو أسترونومي، حاجة نظري كده عرفوها زي ما هي. وبيقول لي إن lost emission lowest emission هتكون سالب 85 ملي ديسيبل لكل ميجا هرتز. الفقرة دي تنحفظ زي ما هي. السؤال اللي بعد كده بيتكلم على النود بأنواعها اللي موجودة في الوايرلس سنسور نتورك. طبعا ده سؤال من الأسئلة اللي موجودة في البلوك الثاني. هنا بيقول لي اشرح لي باختصار الرسمة الموضحة قدامك وجاوب لي على الفقرات التالية. أول حاجة وظيفة السنسور نود. طبعا السنسورز هي عبارة عن عناصر إلكترونية بيتم إلقائها في المنطقة اللي احنا عايزين نعرف معلومات عنها، يعني مثلا درجة الحرارة أو الرطوبة أو غير ذلك. فهو بيقول لي هنا وظيفة السنسور نود تكون إيه؟ هنقوله إن كل سنسور نود ليه القدرة إنه يجمع معلومات ويبعتها للسينك. لو نلاحظ كده دي النودز اللي موجودة عندي وبتبعت البيانات لمين؟ للسينك. طيب وظيفة السينك هي إيه؟ السينك ممكن نعتبره كمانجر. فبيقول لي هنا الداتا اللي بتنبعت بواسطة السنسور نود are routed، بيتم إرسالها للسينك اللي ليه القدرة إنه يعمل فوروردينج للداتا ديت لليوزر. كلام بسيط جدا، هو شرح نفسه أصلا. يبقى دلوقتي السنسور نودز بتبعت البيانات للسينك، السينك هيبعت البيانات لليوزر عن طريق الإنترنت والساتلايت. طيب يا ترى هي ايه هي وظيفة اليوزر؟ بيقول لي هنا ان اليوزر هو التاسك مانجر نود اللي بيمثل الاند نتورك نود، بيجمع كل المعلومات ديت وبيعمل لها بروسيسنج وستورينج او الستريتنج، يعني بيحولها لاشكال او رسوم بيانية. السؤال اللي بعد كده مديني الرسمة ديت. الرسمة دي حضراتكم عارفين ان هي عبارة عن بروتوكول Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. فهو بيقول لي هنا Consider the following figure to answer the questions. وبيقول لي هنا What is the protocol under action؟ ايه البروتوكول اللي انا بستخدمه هنا؟ طبعا هو Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. الفقرة التانية بيقول لي اكتب لي مجموعة الخطوات اللي بتحصل وبتشرح البروتوكول ده. هي الفكرة كلها انه بيقولي لو الميديم اللي موجود عندي بيكون مشغول بإشارة، يبقى المفروض ان الستيشنز هتأجل عملية ارسال البيانات. يبقى انا بشيك على الميديم، لو الميديم لقيت حد بيستخدمه هنتظر، ما لقيتش حد بيستخدمه فالمفروض ان الستيشن
هتنتظر لفترة زمنية معينة اللي هي عدد من التايم سلوت اللي بتحددها على حسب الويندو. فالمفروض ان هنا بيقول لي ان الباك اوف تايمر اخترنا له القيمة الافتراضية 4 من الرينج بتاعي من 0 ل 7، يعني انا مسموح لي اختار من 0 ل 7، فانا اخترت قيمة افتراضية 4، يبقى انا هنتظر فترة زمنية مقدارها 4 تايم سلوت، وبعدين اشيك على الميديم. لقيت عليه داتا هنتظر، اروح اختار قيمة تانية من الرينج دوت اللي هو من 0 ل 7، وبعدين استنى، وبعدين اروح اشيك تاني. لو شيكت ولقيت ان الميديم اللي موجود عندي دوت معلهوش بيانات، فالمفروض ان انا بعمل عملية ترانسميتنج للداتا وانتظر وصول اكنوليدجمنت. وصلني اكنوليدج ابعت الباقي، ما وصلنيش اكنوليدج بعيد العملية من الاول. السؤال اللي بعد كده بيقول لي given that، لو كنت سيادتك عارف ان السلوت تايم كانت قيمته 20 مايكرو سكند، يا ترى القيمة الافتراضية او الانيشيال فاليو الخاصة بالباك اوف تكون كام؟ احنا عارفين هنا السلوت تايم كان 20 مايكرو، وفي السؤال كاتب لي ان الانيشيال فاليو كانت 4، فاحنا هنضرب الاربعة في 20 مايكرو تديني 80 مايكرو سكند. مجموعة من الأسئلة الاختيارية بيقول لي هنا ان الـ IEEE هي ايه؟ هي commercial company، شركة قطاع خاص مثلا، ولا وكالة حكومية، ولا professional association مجتمع احترافي مثلا. طبعا هي الـ IEEE هي عبارة عن professional association. النقطة اللي بعدها بيقول لي some informal sources of information، بعض المصادر غير الرسمية للمعلومات، بتشمل طبعا المنتديات والمدونات والويكيز زي الويكيبيديا. Which of the following is applicable to tracking down technical information؟ ايه من الحاجات اللي جاية ديت بنستخدمها علشان نتابع او نتعرف على معلومات تكنيكال؟ طبعا انا ممكن استخدم اللايبراري كاتالوج، كل مكتبة بيكون لها كتالوج بيوضح فيه المنشورات اللي بتطلع عن المكتبة دي. ممكن نستخدم الببلشرز داتابيز، قاعدة البيانات الخاصة بالمكتبة الناشرة، او ندخل على موقع اسمه DOI، والDOI كل كتاب او منشور بيكون له رقم خاص بيه، ممكن نعمله تراكينج للمعلومات عن طريق DOI. سماكس ده عبارة عن بروتوكول بيستخدمه في الوايرلس سنسور نتورك، هو اسمه سيلف اورجانيزينج ميديم اكسس كنترول فور سنسور نتورك. حضراتكم تلاحظوا انه الاربعة الاولانيين على البلوك الثاني. مالتي باث فيدينج افكت كان بي ريديوسد باي ميمو. الميمو هي عبارة عن مالتي انبوت مالتي اوتبوت، بيكون عند كل من الترانسميتر والريسيفر أكتر من أنتنة لإرسال واستقبال البيانات. الميمو بتحاول تستخدم المالتي باث فيدينج على الرغم من أنه مشكلة، وبتحوله إلى ميزة لإرسال البيانات. ساينسويدال اللي هي مجموعة إشارات ساين ويف اللي بيكون الفيز الخاص بيها كام، بيقول إن هي أورثوغونال طبعا كوادريتشر. Which of the following is true about the quadrature phase shift key و16 كوام؟ الإجابة هي أن 16 كوام الـ spectral efficiency بيكون أكبر من الـ quadrature phase shift key. ليه؟ لأن الـ spectral efficiency بتساوي الـ bit rate تقريبا على الـ bandwidth، والـ bit rate بيساوي عدد السامبلز اللي موجودة عندي مضروب في السامبلينج ريت. طيب مين اللي فيه عدد اكتر من السيمبل اللي هي 16؟ لكن هنا الكوادريتشر ممكن نعتبر انه 4 كوام، يبقى ده 16 كوام وده 4 كوام. مين اللي فيه عدد اكبر من السيمبلز؟ يعني مين اللي هيديني بيت ريت اعلى؟ يعني مين اللي هيديني سبيكترال افيشنسي اكبر؟ هو 16 كوام. السبريد سبيكترام كوميونيكيشن احنا ممكن نطبقها عن طريق الفريكوانسي هوبينج سبريد سبيكترام او الدايركت سيكونس سبريد سبيكترام.
An asymmetric key encryption usually has two keys. الاسيمتريك اللي هو زي البابليك كي، كل يوزر او كل انتيتي بيكون ليه بابليك كي وبرايفت كي. differences الفروق في الوصول واستخدام الانفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي ما بين الشمال الغني والجنوب الفقير، ده بيسموه الفجوة الرقمية او الديجيتال ديفايد. هنا بيقول لي ميني وايرلس كوميونيكيشن ستاندرد، المجموعة من القياسات او من المواصفات الفنية او التكنيكس الخاصة بالوايرلس بتعرفني حاجة اسمها سبيكترال ماسك، اللي المفروض انه قوة الاشارة او الباور سبيكترال دينستي بيكون موجودة فيها المنطقة دي، زي في الرسمة اللي احنا خدناها في السؤال اللي قبل كده. بيقول لي a typical application of IPsec protocol اللي هو internet protocol security، طبعا دوت اللي هو VPN، ان انا بستخدم الانترنت بانشاء تنل مشفر لارسال البيانات ما بين اليوزرز وبعضها. اللي باقي طبعا دي كلها عبارة عن بروتوكولات في الوايرلس عموما. بيقول لي in the fast frequency hopping spectrum، طيب انا عندي نوعين من الفريكوانسي هوبينج، يا اما fast frequency hopping يا اما slow frequency hopping. في slow frequency hopping فالمفروض انه عملية الانتقال ما بين تردد لآخر بيكون اقل من البيت ريت، اما في حالة fast frequency hopping فان سرعة الانتقال بيكون اكبر من البيت ريت. OFDM اختصار كلمة orthogonal frequency division multiplexing. There are two complementary ways for the IEEE 802.11 network to access a medium. في طريقتين بتستخدمهم ال IEEE 802 علشان تعمل sharing للميديوم، اللي هي carrier sense multiple access with collision avoidance والcontention free period. طبعا الفقرة الأولى غلط، لأن ده السمة سي دي بنستخدمها مع الإيثرنت. contentionless مفيش حاجة اسمها contentionless. الانفراستراكشر مود والاتهوك مود دي ملهاش علاقة بالاكسس ميديوم، لكن ده التوبولوجي أو الشكل العام لتركيب الشبكة. congestive radio is relating to the idea of detect and avoid. الابستراكت هو عبارة عن ملخص للبيبرز الخاصة بأي موضوع بحثي أو تكنيكال، فهو بيقول هنا contains بتحتوي على ال outline of the paper الخطوط العامة للورقة البحثية، والdiscoveries الاكتشافات أو النواتج اللي طلع ليها الأوثر، وكمان ممكن توصف محتوى الورك أو البيبر نفسها. اللي باقي كله أعتقد إن أنا شرحه قبل كده في ملفات أخرى، كل ده موجود قبل كده. شكرا، سلام عليكم.